وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينة هايدزهاوزن الألمانية. سيدي، بعد التحية، يعني كيف ترى مواجهة التضخم الذي يشهده العالم حاليا مع اختلاف الأزمات في كافة الدول؟ أولا كورونا، وأتت الآن العملية العسكرية الروسية لتأتي بآثار سلبية على ما تملكه بعض البلدان من مخزوناتها، سواء فيما يتعلق بالغاز أو الطاقة. تحياتي لحضرتك في البداية وللسادة المشاهدين. طبعا التضخم موجود في ألمانيا زيه زي اي دوله في العالم. يعني احنا عاصرنا اول حاجه وباء كورونا، اللي طبعا اثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد، على الاقتصاديات حتى بما فيهم الاقتصاديات القويه جدا زي المانيا وغيرهم. وبالتالي كان في حاله من التضخم، وعشان بس المشاهد يفهمنا نقدر نقول ان الفلوس نفسها قلت قيمتها، والمنتجات نفسها زادت تكلفتها لاسباب كثيره جدا، من ضمنها طبعا ايقاف عمليه الشحن واغلاق بعض المواني وحاجات كثيره جدا عطلت مسار الانتاج في معظم دول العالم. وبعد كده طبعا جت الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي بدورها برضو اثرت بشكل سلبي، يعني ممكن نقول زيه زي كورونا او اكثر، خصوصا ان الدولتين مهمين جدا، سواء بقى بنتكلم عن مصادر الطاقه وتشغيل المصانع والتدفئه والمحركات، لو بنتكلم عن الغاز الروسي، او حتى بعض المعادن اللي كانت روسيا بتصدرها، او حتى بعض المواد الغذائيه والمواد المعدنيه اللي كانت اوكرانيا بتصدرها. وبالتالي بقى في النهارده مشكله ثانيه، نقص في بعض المواد الخام، نقص في بعض المواد الغذائيه، الى جانب كمان عمليه الطاقه. يعني بقى في النهارده نقص في وارد الطاقه، اللي هو بيسبب ارتفاع سعره، وسعر الطاقة لما بيزيد بيزود كل حاجة معاه، لأن لو بنتكلم حتى على المواد الغذائية أو غيرها، فالطاقة دي بتدخل في عملية الشحن والنقل وتشغيل المصانع والكلام ده كله. وبالتالي بقى في أزمة كبيرة جدا في كل دول العالم، بقى في ارتفاع في الأسعار ملحوظ جدا ما بين 5 لـ 9% أو 9.5%. وفي نفس الوقت بدأت أوروبا النهاردة أو خصوصا ألمانيا توعي المواطن بتاعها ان احنا نقدر نواجه الازمه دي لو ان قدرنا طول الوقت نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها، ما يبقاش في عمليه ان المواطن يشتري كميات كبيره ويخزنها، ما فيش داعي للخوف، ولكن طيب هل يلبي المواطنين هل يلبي المواطنين هذا النداء؟ يعني ذكرت حضرتك هذا التحذير من المانيا الذي صدر من رئيس اتحاد تجاره التجزئه من مواجهه هذه الازمه، وحذر ايضا من مواجهة أعباء ناتجة عن قانون سلاسل التوريد الأوروبي المقرر إصداره. طبعا كان في البداية، يعني نقدر نقول في أواخر شهر فبراير مع بداية الأزمة وبداية شهر مارس، كان في حالة من الخوف والهلع اللي اتسببت ان مواطنين كتير جدا يشتروا كميات كتيرة، وهم نفسهم لاحظوا ان العملية دي اثرت عليهم الى حد ما سلبا. النهاردة بعد نشر الوعي والالتزام من الجميع بقى فيه الى حد ما هدوء واستقرار. في نفس الوقت المحال التجارية او السوبر ماركت نفسها كان عليها دور اجتماعي مهم جدا، وان هم بيتابعوا ان الناس اللي بتشتري من عندهم دايما تاخد احتياجات عاديه جدا زي اي اسره، مش كميات زي ما كان بيحصل في الاول. وفي نفس الوقت على مستوى الحكومه بقى في الى حد ما دعم للاسر ودعم على الطاقه ودعم للفقراء، وفي نفس الوقت بتحاول المانيا جاهده انها النهارده تنوع مصادر الطاقه بتاعتها علشان ما تبقاش معتمده بشكل كبير جدا على دوله واحده زي ما حصل مع روسيا. ولما بقى في مشاكل سياسيه الى حد ما، ودي مش اول مره، دايما كانت الطاقه الروسيه بتلعب دور مهم جدا. اشكرك جزيلا السيد حسين خضر، عضو مجلس مدينه هايندهاوزن الالمانيه.